هاي بسرعة عرفني فين تنين القمر. التنين اختفى. لو ما عرفتنيش صدقني هتزعل مني جامد. صدقني انت مش قد المكان اللي انت هتروحه ده. انت ما تعرفش تنين القمر اتخطف فين. المكان ملعون. انا عمري ما هعتب هناك تاني. بكل بساطة انت اللي هتيجي معايا وهتقولي على المكان. لا ارجوك ابعد عني الحوار ده. انا ما صدقت تنين الظلام خرج من جسمي. وانا بقولك هتيجي معايا يعني هتيجي معايا. وإلا صدقني مش بعيد ان انا ممكن اخلص عليك. لا حاضر بس انا ممكن اقولك على المكان من بعيد. هشاورلك عليه بس. اوكي ماشي ما عنديش مانع. هو المكان اللي قدامك ده. شايف الكهف ده؟ هو المكان ده بالظبط. بس انا مستغرب منك ليه واحد زيك عنده عزيمة واصرار انه ينقذ التنين بتاعه ما تشوف تنين غيره. بكل بساطة عشان التنين ده هو ملك التنانين. وتاني حاجة هو دافع عني كتير فيبقى لازم انقذه ولازم ادافع عنه هو كمان. انا ماليش دعوة ارجوك. انا ما صدقت الحمد لله تنين الظلام خرج من جسمي. احذر من تنين الظلام هيأذيك يا ولد. شخص جبان ما عنديش مانع ان اتأذي ولكن تنين القمر لازم يتحرر. ودلوقتي انا هشوف اخش الكهف وهدور عليه. ايه رأيك كده؟ خليك هنا كده زي ما انت علشان تبقى تحس بالسنين الكتير اللي انا قعدتها وانا مختوم بالشكل ده. بالعكس الختم اللي انا ختمه ده اقوى بكتير من الختم اللي انت كنت ختمه لي. صدقني اللي انت بتعمله ده كله غلط. الغلط هروح ابيع زلط يا خلاص انسى الظلام من هنا ورايح هو اللي هيحل. والقمر والنور خليه زي ما هو جوه الكهف. واو هي لحظة ده واضح انه طريقة ختم. ده واضح انه مختوم. بكل بساطة كده لو ما سمعتش كلامي انا ممكن اقتلك ولكن انا عندي فكرة احسن بكتير وهي انك تموت نفسك. ساعتها تنين القمر هينتهي تماما. وانا ممكن احرره. هو بيكلمه كده ومديله ظهره. ها قلت ايه؟ اقتلك ولا تموت انت نفسك يا تنين القمر؟ عمر ابعد. هاي هو ازاي بيتواصل بدماغي؟ ده بيكلمني جوه دماغي. اوعى تقرب لو قربت هتموت. بس لا انا لازم انقذه. ايوه لازم انقذه بالراحة. انا افكك. عبيط قوي. لقيت انسان اهو قادر اخش جواه. مبسوط انا كده قوي. جسم البشر ده يقدر يستحمل اي حاجة انا ملاحظ. هي اخرج منه. هو ملوش ذنب في حاجة. اخرج من مين؟ واحد زي ده ممكن يساعدني ان انا اتحكم بكل التنانين. جسمه فعلا مش اي جسم. جسمه اقوى مما كنت متصور. ايه رأيك كده؟ شعورك ايه تنين القمر؟ هي يا عمر ده مش انت. انت اطيب من كده بكتير. انت دلوقتي ما بتكلمش عمر. انت دلوقتي بتكلم تنين الظلام. الظلام هو اللي هيتحكم دلوقتي بكل التنانين. هو اللي هيتحكم بكل البشر. مش انت عارف كويس ان البشر فعلا ما يستحقوش ان هم يعيشوا؟ ناس كتيرة جدا حتى اللي معايا في المدرسة. اللي معايا في المدرسة كلهم قد ايه فعلا الناس ما تستحقش ان هي تاخد نفس من الحياة اللي احنا عايشينها. ملكش ان انت تحدد مين اللي يقدر يعيش ومين لأ. عارف اكيد. بس بكل بساطة انا ممكن اموت اللي قدامي لو مش عاجبني. وحاجة تانية نسيت اقولها لك ان فعلا قوة التنين ده مش عادية. انا ما شفتش قوة بالشكل ده. قوة ظلامية كلها نار كلها زواد. ازاي عايز نسيب قوة زي دي؟ ازاي انا كل ده كنت بحاول ادافع عنك وانت قوتك ضعيفة؟ ما ينفعش واحد زيك يا تنين القمر يكون ملك التنانين. بكل بساطة اللي يستحقها هو تنين الظلام. شوف اسمع انا عايزك تبقى بالراحة عليه شوية علشان انت بجد جديد عليه جامد. ارجوك علشان خاطري لو بتحبني بس. علشان خاطرك انت شايفة بوسي جاي متأخر ازاي البيت؟ انا اشوف اتعامل معاه لما نشوف هيرجع امتى. يوم طويل. يوم فعلا مرهق جامد ولكن الحمد لله انا وعدها خير. هاي خد يا ولد هنا تعالى. اي نعم عايز حاجة؟ يعني عايز حاجة؟ في حد يقول لي باباك كده اهبل؟ انا عارف انت اتكلمنا على ايه. بكل بساطة كده انت عايز تكلمنا على التنين مش كده؟ لقيت تنين ما لقيتش تنين. احب اقولك ان لقيت ومش هقولك قوته
ودي حاجة أصلا ما تخصكش. إيه ده؟ عمر أنت إزاي تتكلم كده مع بابا؟ إزاي تقول كده؟ الطريقة دي عيب. العيب نزل الجدول من هنا ورايح، وبكل بساطة محدش اتدخل في أي حاجة تخصني، فاهمين؟ يعني إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنا لو معرفتش أربيك فيبقى ربيك دلوقتي. بكل بساطة عايزك تجرب بس تربيني، علشان أنا بصراحة وصلت لآخري، أنا قضيت من الحوار ده ومش قادر أكتر من كده. اطلع بره يا ولد، أنت مطرود. مطرود مطرود؟ هو أنا مطرود منين يعني؟ مش إشكال، ما عنديش أي مانع، بس ملمحش حد يقف في طريقي. أحب أقولك دلوقتي إن التنين اللي ظهر لي هو نوع إيه، علشان ما تقربش مني تاني. بكل بساطة هو التنين الظلام، يعني أنا دلوقتي بقيت أقوى ممتلك تنين في العالم. يعني تبعدوا عني وتتلاشاني، علشان مش عايز أذي حد فيكم، علشان استحملت كتير. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت بتقول ايه التنين اللي جالك؟ الظلام؟ ايوه زي ما انت سمعت كده. صدقني اللي مسيطر عليه لحد دلوقتي هو انا. عمر يا علي حبيبي، عايزك تهدى، علشان خاطر اهدى انا هعالجك واخرجه منك. احنا هنعالجك يا حبيبي. وتعالجوني ليه وانا تعبان؟ انا دلوقتي احسن بكتير، محدش هيقدر يتنمر عليا ولا حد يقدر يكلمني نص كلمة. بكل بساطة اللي هيكلمني هكون نهي حياته. يلا سلام. اعتقد ان انا كده مرتاح دلوقتي. يلا هشوف حالي. بالله عليك سامحه، بالله عليك سامحه، انت عارف انه ما يقصدش. انا ما اعرفش ليه عمر بعمل كده فجأة. بالله عليك ارجوك، انت عارف ان مش هو ده، انت عارف ان التنين الظلام بيسيطر عليه، وانا ما اعرفش هو ازاي التنين الظلام بقى في جسمه. اكيد عارف، اكيد عارف ان هو مش عمر دلوقتي اللي بيتكلم. انا خايف على ابني، خايف. هو تنين الظلام ده كان أسطورة، كان جدي كان بيقول لي عليها زمان، ولكن أنا لاحظته في ابني. أنا لازم أتصرف وعالج ابني، لازم أتصرف بأي طريقة. أرجوك شوف ابني، أرجوك أرجوك عالجه بدل ما يودي نفسه في داهية، أو هو يروح في داهية. ما تقلقيش أنا هتصرف، يعني يوم ما ابني يجي ومعاه تنين، يجي بتنين الظلام يا دي النيلة. ودلوقتي حياتي اتغيرت 180 درجة. اعتقد ان انا هكون مبسوط اكتر لما اكون على طريقة الطبيعية. عايزك تسمع كلامي وتنفذ اللي انا بقولك عليه من غير ما تقول. طول ما انت دلوقتي تحت طوعي وانا هكون الجسم بتاعك، صدقني نقدر نعمل حاجات كتيرة جدا. جدع، عايزك بقى اي حد يبص لك بصة متاح ليك انك تعمل له اي حاجة. فعلا هو ده اللي هيجرى اصلا. ودلوقتي معادي مع المدرسة، ولكن بكل بساطة هنشوف اللي موجودين في المدرسة هنعمل معهم ايه. بس لحظة، تعال نوقف الفيلم لحظة كده ملوك السعادة، علشان بجد في ناس كتيرة جدا اكيد خدت عني فكرة وحشة. ملوك السعادة اللي بيحصل ده فيلم، ها كل ده فيلم علشان بس واحد يجي يقول لي يا عمر ابويك انت بتزعق لبابا ومامتك؟ صدقوني والله العظيم ده كله تمثيل. ها ملوك السعادة ده تمثيل، او حد يشوف ان ده حقيقة. طيب طيب، ودلوقتي يلا بينا نقول المقدمة 1 2 3. يا مساء السعادة بكميات زيادة، عاملين ايه؟ احلى ناس في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش قبل ما نكمل الفيلم نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ولو انت لسه ما خبطتش لايك مستني ايه؟ انزل يلا اخبط لك دلوقتي، ما تخافش لايك ببلاش مش بفلوس، ومش هتكهرب ومش هتعض. وزي ما احنا بنقول يا رب اللي يدوس لايك يخش الجنة ان شاء الله، كلنا نبقى نتقابل في الجنة بإذن الله. ودلوقتي بقى هنقول العشر أسماء زي ما احنا متعودين. أول اسم أنا اسمه يزن، تاني اسم مالك، تالت اسم جواد، رابع اسم مصطفى، خامس اسم محمد، سادس اسم أحمد، سابع اسم عبد الله، تامن اسم جلال، والتاسع اسم ميرال، وعاشر اسم حسين. واستنى ملوك السعادة، عايز اقول لكم ان جلال حبيبي يعني بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا عمر يا بويكا عايزينك تعمل فيلم كامل او فيديو كامل لاسماء المتابعين. طب بالله عليك ازاي؟ مين اصلا هيخش يتفرج عشان يشوف اسمه؟ احنا كل فترة كده بنقول 10 اسماء، ولكن ان شاء الله عشان يبقى نصيبك انك انت تطلع الفيلم اللي جاي، انزل اكتب اسمك وكومنت جميل ودوس لايك، دوت شرط من الشروط يعني ان شاء الله، علشان تظهر الفيديو اللي بعده. مواه هكون مطاطة. دلوقتي بقى نخش في الشخصية الاساسية. طبعا انا قلت اعمل جزء تالت علشان الناس اللي كانت عايزة جزء تالت، فعلا كان كومنتات كتيرة جدا ما شاء الله، تقريبا داخلين في 2000 كومنت عايزين بس جزء تالت. فقلت طبعا اللي انتم عايزينه خلاص هعمل كل حاجة انتم تطلبوها مني. فانا ما بطلب منكم لايك صغير، يعني اعتقد ان ده مش صعب. تمام، دوس يلا ملوك السعادة لايكات، واستنوا الاحداث اللي جاية دلوقتي جوا في الفيلم. يلا بينا. اخ الاتنين دول تاني. اهلا، ازيك يا سيدي؟ ازيك؟ عامل ايه؟ انت محتاج حاجة النهاردة؟ عارفين
عارفين انا محتاج ايه؟ انا محتاج ان اذيكوا. ها؟ ليه كده؟ عملنا ايه عشان تعمل كده؟ ليه بتفكر في كده؟ ايه؟ ليه الرد ده؟ ده احنا بنشوف لو محتاج مننا حاجه. علشان انتوا بكل بساطه بتحسسوني كده اني قرفان، بتحسسوني بشمئزاز، انكم بتوع مصلحتكم وبس. انتوا كل اللي همكم انكم تكسبوا اللي قدامكم علشان هو اقوى، لكن مش عشان حب ولا حاجه. انتم فعلا ملكوش لازمه. مين فيكم جاهز انه يموت الاول؟ ايه ده؟ لحظه، الهاله بتاعته اتغيرت. يعني ايه؟ يعني مش تنين القمر ده؟ اتحول بسرعه. ده تنين الظلام. ايوه تنين الظلام. طب وهنواجهه ازاي؟ هنواجهه بطريقتنا. ايه دلوقتي اتحولتوا للتنين بتاعكم؟ بكل بساطه التنانين بتاعتكم هتموت دلوقتي. موتوا. لحظه، التنانين بتاعتنا راحت فين؟ اعتقد ان هي ماتت. ده قضى على التنانين بتاعتنا بضربه واحده. احنا لازم نهرب بسرعه، لازم ندور على التنانين ونهرب. استنى استنى بسرعه. قلتلكم دلوقتي شعور تنين الظلام وقوه الظلام اقوى بكتير. شايفين لما يكون اللي قدامك خايف؟ شعور في منتهى الروعه. هو دوت المكان، هو دوت المكان اللي جدي قال عليه زمان وانا صغير، بس انا مش ضامن ان انا لو دخلت ما يحصل ليش حاجه. انا برضه قلقان، بس لا، اي حاجه تكون علشان ابني. ابني انا ما عنديش اغلى منه. انا اضطر اخش حتى لو ده هيكلف مهدي. اكيد في سر جوه ممكن يخليني اعرف اطلع التنين ده. التنين الظلام لازم يخرج من ابني. لحظه، هو ايه ده؟ هو ايه المكان ده؟ المكان ده واضح انه سجن، انه سجن للتنانين. هو انت معقول اللي انا شايفه انت تنين القمر؟ انت والد عمر مش كده؟ وانت عارف عمر منين؟ علشان انا كنت التنين الخاص بيه، ولكن للاسف خرجت وتنين الظلام هو اللي احتل مكاني. يعني انت كنت التنين بتاع عمر؟ معقول ملك التنانين هو التنين عمر؟ ايوه، وتنين الظلام ممكن يدعي لعمر؟ لو ما حررتنيش حالا الحق خرجني علشان اعرف اخرج وادي على تنين الظلام. بس ارجوك ارجوك انقذ ابني. سيب لي الطلعه دي، ابنك عزيز عليا جدا، جاي لك يا تنين الظلام. هي طب انا دلوقتي انا مطرود من البيت، يعني انا بكل بساطه كده مش عارف اجيب اكل ولا عارف اجيب شرب ولا عارف اعمل اي حاجه. المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ انت صاحب تنين الظلام، يعني تعمل اللي انت عايزه، مش محتاج. يعني ايه؟ فهمني. يعني انت تخش تاخد اي حاجه وتهدد اللي قدامك، ده من حقك. عندك حق، ازاي ما فكرش في حاجه زي كده. طيب ودلوقتي انا هخش وهجيب عصير وهو بالمره اشرب براحتي. هاي بعد اذنك يا كابتن، هو انت بتشرب العصير هنا؟ المفروض الاول بتشتري. اشتري الاول يا كابتن. هاي مالكش دعوه، انا بشرب اي حاجه انا عايزها واجيب اي حاجه انا عايزها من غير فلوس. ايه يعني ايه من غير فلوس؟ ايه هو كلامي مش مفهوم؟ بقول لك اي حاجه من غير فلوس. ايه ايه ده؟ ايه الهاله الظلاميه دي؟ انا اول مره اشوفها. ده تنين ايه ده؟ بكل بساطه ده تنين الظلام. ها يا ماما يا ماما. شعور جامد جدا لما تبقى بتعمل كل حاجه براحتك. شفت انا اقوى ولا تنين القمر؟ اكيد انت من غير كلام. عمر اللي بتعمله ده غلط. بابا وانت ايه اللي جابك هنا يا بابا؟ انا مش قلت لك ما اشوفكش تاني قدامي؟ وانا بقول لك اللي انت بتعمله ده غلط، امسك نفسك. انا عارف ان مش انت اللي بتتحكم، ولكن تقدر تتحكم بطريقتك وبارادتك وبعزيمتك. وانا مش عايز اتحكم، انا مبسوط وانا كده. ولكن انا مش مبسوط، ما كانش ده عمر اللي انا كنت عايز انضم واكون معاه. ها هي لحظه تنين القمر، هو انت ايه اللي خلاك تفك؟ مين اللي فك الختم اللي عليك؟ والدك. باباك اللي انت بتكلمه وحش. تنين الظلام هو اللي بيتحكم فيك، ودلوقتي انا اخرجه منك. لا في حرب جوايا. لا ما اخرجش ابدا، ده ملكي. وانا بقول لك اخرج. مش قادر. النار، التحول اللي جوايا عمال يبوظ. في نار وفي ظلام وفي نور وفي
ابني. لا عمر دلوقتي تنين الظلام موت. هي لحظة، ايه اللي حصل؟ بكل بساطة قضيت على تنين الظلام وحررتك منه. وليه ما عملتش كده من بدري؟ انا ايه اللي انا عملته؟ ايه اللي انا عملته في عدم وجودك؟ ما يهمكش، اي حاجة انت عملتها فكانت خارجة عن ارادتك. دلوقتي النور جواك واعتقد ان انا تنينك الخاص. ايوه انت تنيني الخاص. انا عملت ايه يا بابا؟ عمر ابني، يا عمر الحمد لله انك رجعت، الحمد لله انك رجعت يا حبيبي. تعالى. انا اسف يا بابا، سامحني، ارجوك سامحني عن اي حاجة عملتها لك وانا مش قاصد، عشان احاسس ان عملت مصيبة. لا انا مسامحك، لان كل ده كان خارج عن ارادتك. مامتك هتفرح اول لما تعرف ان انت بقيت بخير. ايوه انا دلوقتي بخير.